صوتي شوية عن السادة المشاهدين، لكن بنحاول نعبر بكل ونحاول نمشي الحلقة إن شاء الله على ما هي عليه. لا بإذن الله. أستاذ متعب، بداية أنا ودي أعرف الصحة النفسية الحقيقية، لأنه معناها اجتماعيا أعتقد أنه فيها إشكالية. يعني إذا واحد تكلمت عليه ولا قسيت عليه ولا تنمرت عليه قال أوه زعل، هذا فيه نفسية، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تناجى اثنان دون الثالث إلا كان الأحد يحزنه، لأن هذا يحزنه. شوف بس اثنين يتكلمون مع بعض شيء يحزنه، القضية أعلى من كذا، تفسيرات اجتماعية مشكلة. أعطني شيء الصحة النفسية. طبعا الصحة النفسية هي تعرف من عدة مناظير، مثلا منظور اجتماعي زي ما قلت أنت، أو منظور إنساني، أو منظور أيضا صحي طبي. المنظور الإنساني يرى أنها مجموعة من السلوكيات التي يعني يقوم الفرد فيها لسلوك منهج معين يتوافق مع المعايير اللي هي موجودة، فنقول هذا الصحة النفسية جيدة. المنظور الطبي يقول أنها هي خلو الفرد من الأمراض والاضطرابات اللي تؤثر على الشخصية نفسها، فما هو قادر يعطي أو قادر يؤدي العمل الموكل عليه. فطبعا هي اختلافات وتعريفات اجتهادات شخصية من الأشخاص، من العلماء ومن الباحثين، لاقت نقد كبير جدا. يعني مثلا لما أقول لك التعريف الطبي أنه خلو الجسم من الأمراض، هل معناته الإنسان إذا صابه اضطراب نفسي هل معناته خلاص مريض نفسي؟ أو صابه مثلا واحد عنده ضغط، ضغوط تمشكل مع زميله، تمشكل في العمل، هل معناته يقول هذا عنده ضغط نفسي خلاص مريض نفسي؟ لا. فأوجه النقد جت بهذا الأمر، لكن التعريف المجمل اللي ربما يتوافق مع العلم أنه قدرة الإنسان على التكيف مع الضغوط والمؤثرات الخارجية وموائمة السلوك لديه علشان يقدر يمشي حياته على الأكمل وجه ويحقق الأهداف المزعومة.